بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أبنائي طلبة وطالبات الفرقة الثالثة شعبة إدارة ومحاسبة، أهلا بكم في محاضرة من محاضرات مقرر تطبيقات محاسبية باستخدام الحاسب. قبل ما أبدأ المحاضرة بقول لكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم، أعلاه الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات. النهاردة إن شاء الله بإذن الله المحاضرة الأخيرة، مش هناخد حاجة جديدة، هنعمل مراجعة سريعة على ما تم دراسته خلال الفصل الدراسي الثاني للمحاضرات بشقيها الفعلي والإلكتروني. إحنا في بداية الفصل الدراسي الثاني درسنا مجموعة من المحاضرات الفعلية، اتكلمنا في المحاضرات دي عن تعريف النظام، عرفنا النظام وقلنا إيه هي خصائص النظام، ما هي الخصائص المفروض توفرها في النظام، وحتى نطلق عليه لفظ نظام. وبعدين دخلنا بعد كده في تعريف النظام المحاسبي، وقلنا مكونات النظام المحاسبي، وعرفنا علاقة النظام بالهيكل التنظيمي وتدفق المعلومات بصورة رأسية وأفقية ومستوى التفصيل في هذه المعلومات. ده كانت أول محاضرة من أو أول فصل اتكلمنا فيه مع بعض في بداية الفصل الدراسي الثاني. انتقلنا بعد ذلك إلى تصميم الدورة المحاسبية باستخدام مايكروسوفت إكسل. الدورة المحاسبية أخذناها على 4 محاضرات، محاضرتين فعلية ومحاضرتين من خلال المحاضرات الإلكترونية. وعرفنا ازاي بنعمل دليل حسابات، عرفنا ازاي بنقسم الشيت ل سيلز مختلفة لكل حساب من الحسابات، وازاي بنتحقق من قاعدة المدين والدائن، ازاي نجمع المدين مع بعضه ونجمع الدائن مع بعضه، ازاي نتحقق من قاعدة القيد المزدوج. كل هذه الأمور تم تعلمها وتم تطبيقها فعلا من خلال شيت الإكسل في أكثر من محاضرة، وانتهينا بعمل ميزان المراجعة، وشفنا إزاي إن هذا الدورة المحاسبية من خلال مايكروسوفت إكسل تنعكس بصورة مباشرة على ميزان المراجعة، وبالتالي القوائم المالية في إمكاننا إن إحنا نحصل على ميزان مراجعة لحظي أون تايم باستخدام شيت الإكسل. وده طبعا أبسط أنواع تصميم لأبسط أنواع التصميم لنظام الدورة المحاسبية. في العام القادم إن شاء الله بإذن الله هندرس مع بعض إزاي نستخدم المايكروسوفت أكسس، وإزاي نبرمج الأمور المتعلقة بالدورة المحاسبية. خلاصة الحديث إن إحنا في الفصل الثاني أخدنا الدورة المحاسبية، طبعا اعتمدنا فيها على الطريقة الأمريكية إن إحنا بنعمل اليومية العامة وحسابات الأستاذ في صفحة واحدة، وبنرصد وبنطلع الأرصدة وبنرحل هذه الأرصدة لميزان المراجعة. انتقلنا بعد ذلك إلى آثار الفصل الثالث اللي هو آثار إدخال الحاسبات الإلكترونية على الوظيفة المحاسبية، وقلنا إزاي هتأثر على الوظيفة المحاسبية. تناولناها من خلال مجموعة من العناصر الرئيسية، معظمها كان بيدور حوالين الأثر على الدورة المستندية، الأثر على الدورة المحاسبية، طبعا في فرق بين الدورة المستندية والدورة المحاسبية وشرحناها في هذه المحاضرة. إزاي بتأثر الحاسبات الإلكترونية على الدورة المحاسبية، وكيف تؤثر على
الدورة المستندية الأول وبعدين الدورة المحاسبية، تلا ذلك معرفة تأثيرها على الوظيفة المحاسبية، إزاي وظيفة المحاسب هتتأثر بإدخال الحاسبات الإلكترونية لمجال عمله، وما هي عيوب ومزايا الأثر في كل حالة من الحالات التي تناولناها خلال هذا الفصل. يعني كل المميزات على السجلات المحاسبية برضه، لكن في هيكون ليه برضه عيوب، وعرفنا ازاي نتغلب على العيوب دي. ده فيما يتعلق بالفصل الفصل الثالث. انتقلنا بعد ذلك إلى كيفية حساب الإهلاك باستخدام مايكروسوفت إكسل، إزاي بنعمل إدراج للدالة، وعرفنا إن كل طريقة من طرق الإهلاك دالة مختلفة عن الطرق الأخرى، كمان عرفنا إن كل دالة من هذه الدوال مجموعة من الوسيطات، وعرفنا ازاي بندخلها عمليا خلال من خلال المايكروسوفت اكسل. في المحاضرة قبل السابقة تناولنا بالشرح والتحليل لبرنامج الكويك بوكس، وده من البرامج المحاسبية المشهورة على مستوى العالم من إنتاج شركة انتيتيود. الشركة دي دلوقتي بتقدمه من خلال منصات تعليم، المنصات والشركة بتشترك في هذه المنصات. برنامج عالمي شرحته للمعرفة، إنما هيكون خارج نطاق الامتحان. في عناصر أخرى طبعا تناولناها، إنما أحب أتكلم معاكم عن طريقة نظام الامتحان والرسائل الكتير اللي بتجيني من زمايلكم. أحب أطمنكم إن الامتحان هيكون في متناول جميع الطلبة. لو قدر وكان الامتحان امتحانا إلكترونيا على موقع المعهد، الأسئلة هتكون اختياري من المتعدد، وأسئلة صح أو غلط لا أكثر ولا أقل، فإحنا نطمن وهتكون في متناول الجميع، وإحنا متعودين مع بعض إن إحنا يعني مش من طبيعتي إن أنا أصعب عليكم. مخاوف بشأن هذا الأمر؟ مفيش مخاوف، أنت بتدخل على الموقع من خلال الموبايل بتاعك، بتسجل بطاقتك وبتدخل الباسورد. دخلت على الموقع هتلاقي قدامك أيقونة الامتحان، إن شاء الله بإذن الله تدخل على الامتحان وتحل تبقى زي الفل. إحنا إن شاء الله بإذن الله في الأسبوع القادم هنبدأ ننزل امتحانات تجريبية، أتمنى من الجميع إن هو يخش ويشارك علشان نتعلم إزاي في الامتحان الفاينل الفصل الدراسي الثاني نكونش في هناك أي معوقات لعملية لعملية الدخول. طبعا الموقع متاح عليه وسائل الاتصال بالمعهد بجوار شؤون الطلاب. لو العميل شاف ان البحث افضل ليكم، والله دي حاجة ترجع للعميل وادارة المعهد لاتخاذ قرار فيما يتعلق باسلوب الامتحان الامثل للطلبة. انا عايز اقول لكم ان مفيش، ما تخافوش، الأمور سهلة. أنت بتخش على من خلال موبايلك على صفحات التواصل الاجتماعي، الموضوع أبسط مما نتخيل، الموضوع أبسط مما نتخيل، إنما لازم يكون في عناية، لازم يكون في عناية في وأنت تختار، بتحط علامة صح وغلط، تختار اختيار معين، لازم تكون على وعي أنت بتعمل ايه، لان احنا برضه مش بنتسلى مع بعض، ده امتحان فاينل لفصل دراسي، انما انا بطمنكم ان الامتحان برضه هيكون في متناول الجميع. انا
على إيه؟ تم استعداد لأي استفسار يتعلق بالمنهج، ممكن لو أنت عندك استفسار هتسيبه تحت الفيديو، لأن الفيديو ده هيتبث على زي ما أنتوا عارفين بيتبث على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالمعهد، وبتبث إن شاء الله على قناة اليوتيوب الخاصة بالمعهد. فأنت لو عندك أي استفسار عن أي حاجة اكتبها تحت الفيديو، وإحنا وظيفتنا إن إحنا نرد عليكم ونريحكم بخصوص أي حاجة تتعلق بالمنهج. في نهاية الفصل الدراسي الثاني، أنا بصراحة بقول لكم وحشتوني، بقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي في سنة رابعة. أتمنى لكم جميعا التوفيق، أتمنى لكم جميعا إن ربنا سبحانه وتعالى يبعد عنكم الأزمة الحالية اللي هو الفيروس الحالي المنتشر. كل طالب ياخد باله من نفسه ومن أسرته. أتمنى لكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم امنحنا هداك وأيدنا من في رضاك. اللهم اكتب لنا التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم انك عفو كريم حليم تحب العفو عنا. بكده تكون انتهينا من محاضرات الفصل الدراسي الثاني. تمنياتي لكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.